في بادرة أول على الصعيد الإقليمي، لما نقول على الصعيد الوطني، قامت المنظمة المغربية للإسعاف والإنقاذ بيوم تكويني للإسعافات الأولية، أو أحرى في المبادئ الإسعافات الأولية البسيطة بالنسبة للمسعف الصغير. لقينا من ضرورة أننا خاص وليداتنا يتربوا ويتشبعوا بثقافة التطوع الإسعافي، ويقدموا ما يمكن تقديمه ولو بأقل ما يمكن، وهو الاتصال بالوقاية المدنية ولا بالسلطات المعنية بالأمر كالشرطة وكالطرف. لهذا بغينا نحسسهم بأن أهمية الإسعاف الأولية فهي ضرورة وحتمية في حياتنا اليومية. وشكرا. سميت إبراهيم، كنيتي كارون. اليوم في 2010، شهر واحد المستوى الدراسي تاعي المستوى الرابع. اليوم جيت للجمعية، استفدت مزيان من هذه الجمعية، وشكرا. سميتي مروة أبو لحية، عندي 14 عام، جينا لهذه المنظمة المغربية للإنقاذ والإسعاف. علمتنا بزاف، علمتنا كيفاش نلقطو شي شخص إذا كان في شي مأثر ولا كان في شي ورطة، كيفاش نعطوه الإسعافات الأولية باش هو يمكن يبقى حي، ونشوفوه واش هو كيتنفس ولا ما كيتنفسش، على وعي أو على غير وعي، ونعطوه دوك الإسعافات باش نقضوا حياة الأشخاص الآخرين. لهذا كانت المنظمة المغربية للإسعاف والإنقاذ بهذا التكوين، وكان التكوين لله ولله الحمد كان مزيانا تحت إشراف عمالة إقليم سافي التي قامت بدعمنا ولله الحمد. ومرت الأمور، الصبحية دازت مرت بسلاسة الحمد لله وبانتظام ولله الحمد. ونشكر كل من قام بالمساهمة في تنظيم الدورة التكوينية من قريب أو من بعيد. وشكرا. الاسم ديالي إيمان دلاحي، مستوى كاس ثالث إعدادي، كنقرا في مدرسة درام زهران اللي تنهي على حساب الجمعية منظمة الإسعافات الأولية اللي جينا منها استفدت، وعرفت منها في الإسعافات والحماية والإسعاف من طرق الإسعاف والإخلاء الاستعجالي. المهم استفدنا شي حوايج مزيانين يقدروا يساعدونا في حياتنا اليومية ويتم إنقاذ حياة أشخاص آخر. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.